بيكو، رجعنا لكم بعد الفاصل. والفقرة دي فقرة كلام موزون، ودايما بنتكلم فيها عن حاجات مهمة احنا بنعاني منها، بتبقى مشكلة غالبا. الموضوع بتاع النهاردة مشكلة بيعاني منها الكبار والصغيرين وبالذات الستات، هي مشكلة عدم الثقة في النفس. ومعنا أستاذة منى مكيس. ازيك يا رانيا؟ أهلا، ازيك يا أستاذة منى؟ الله يفرح. هي لايف كوتش، وهي هتكلمنا بقى النهاردة عن عدم الثقة أو الثقة بالنفس عموما. يعني اولا بشكرك على الاستضافه الجميله دي، واحب اقول حاجه، هو كلنا عندنا ثقه في نفسنا، بس هي مساله درجات. انا فين على المحور بتاع الثقه بنفسي؟ فالثقه بنفسنا بحد ذاتها كاساس هي بترجع برضو لعلاقتنا بربنا. يعني انا لو حاسس ان انا مطمن وحاسس ان انا مش خايف وحاسس ان انا بعمل الحاجه الصح، هنا بتبتدي ثقتي بنفسي. وبتيجي الثقة بنفسنا برضو لما بيكون راضيين عن نفسنا وعلى كل حاجة بتجيلنا في حياتنا، ان عارفين ان هي دي جايلنا عشان تقوينا، تغيرنا، تخلينا نبقى احسن، نتطور. فبالتالي ده بيبقى مستوى الثقة. واخيرا احنا نحب نفسنا ونبقى راضيين، ابقى راضي على شكلي وعلى افعالي، وحب اخطائي وحب حاجاتي اللي انا بعملها كويس، وامكانياتي سواء كويسه او وحشه. فبالتالي هي احساس داخلي بان انا ابقى عارف نفسي. طيب، هل الخوف هو اللي بيسبب عدم ثقه، ولا عدم الثقه اللي بتعمل خوف؟ يعني ايه اللي بيسبب التاني؟ هي بتبتدي ما هي برضو بتبتدي ان انا ببقى مش عارف نفسي او قلقان. ما انت لما تقلقي هتخافي، ولما هتخافي مش هتثقي بنفسك. فبتبتدي الاول احنا لازم نطمن. لما نبتدي نطمن هنبتدي نثق من نفسنا ونهدى. طب نطمن ازاي؟ ايه الشيء اللي بيطمننا؟ احنا نبعد عن الخوف، ما نبصلوش، ونجيب الطمانينه والسكينه منين؟ من جوانا. وجوانا اللي هو ايه؟ علاقتنا بربنا، ان احنا نرجع لنفسنا ونرجع لاصلنا ونرجع للاحساس بالامان الداخلي. طول ما انت حاسه بامان داخلي، طول ما انت واثقه من نفسك، حاسه ان انت مطمنه. لان احنا دلوقتي زي ما حضرتك بتقولي كلنا عايشين في 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 بيئه مرعوبين، خايفين، خايفين من بره، خايفين من اللي هيحصل، من الناس هتقول، من ان في شر هيجي، من بكره ايه اللي هيحصل، وقلق قلق قلق قلق. فالقلق ده طبعا بيخلينا ما بنفكرش جوه، بنفكر في اللي بره. فبالتالي بنفقد هويتنا ونفقد التقل بتاع او ان احنا نبقى الاتكال على ربنا. لان انت لو انت في سكينه واطمئنان، انت خلاص واثقه في نفسك. بس ساعات البيئه اللي حواليكي زي ما حضرتك بتقولي كده، او الناس اللي حواليكي ممكن بتحطم، مش بتاثر. وارد، صح. مثلا انت قاعده في بيئه مثلا ناس بتنتقد، مثلا ناس بتنتقد، في ام بتنتقد طفلها، ما هي بتبتدي حالك من هنا. بتبتدي الثقه بالنفس لما بتبتدي احنا بنقول لاولادنا ايه، زي اللي كان بيتقال لنا واحنا صغيرين. انت مثلا مش شاطره، انت مليانه، انت كفايه عليكي كده. فبتبتدي الحاجات دي تتغرس جوانا، وتبتدي تكبر شويه بشويه شويه بشويه. دي بتبقى زي بيسموها فوت برنت، اللي هي بتبقى زي بصمه عندنا. أوكي. لما نكبر، صح. فنبتدي ناخدها بقى واحده واحده. ابتدي انا بقى وانا كبيره ابتدي احس، طب ما انا طول عمري بيتقال لي كده، فببقى مؤمنه ان ده صح. في حين لا، لما نبتدي نبص لنفسنا ونشوف نفسنا بمنظور مختلف، بمعنى ان احنا نشوف الميزات بتاعتنا الكويسه، ان احنا نبتدي نشوف انا امكانياتي ايه، ايه اللي اقدر اعمله، ايه اللي ما اقدرش اعمله. فبالتالي حياتي واحساسي بالبليفز او الحاجات اللي انا كنت مؤمنه بيها زمان وانا صغيره، ببتدي اتخلص منها. بس ده طبعا بيجي شويه بشويه. ما انا بقول لحضرتك الثقه بتبقى درجات، بس بيجي شويه عشان حد بيساعدك انك تعملي كده. يعني بتبقي حاسه ان انت زي ما حضرتك قلتي لي، محتاجه حد يسندك، او محتاجه حد يعمل لك سبورت، ان انت مش زي الفكره اللي في دماغك، لا انت احسن، انت تقدري تعملي. بتبقي محتاجه حد زي مرايه كده، تقفي قدام مرايه وحد يقول لك بصي شوفي انت حلوه ازاي، بصي شوفي انت شاطره ازاي، شايفه امكانياتك. فتبتدي تستعيدي، وتبتدي شويه شويه تشيلي من على كتفك او الحاجات اللي كنتي ورثتيها، اللي بنكون ورثينها واحنا صغيرين واحنا اطفال، والحاجات دي كلها. طيب تقولي نصيحه بقى للامهات اللي بتقعد تحبط ولادها وبيقعدوا يقولوا لهم انت تخين، انت مش بتذاكر، انت هتفشل، انت ما بتلعبش رياضه، عمرك ما هتبقى حاجه. تفتكري ده لما كان بيتقال لنا عمل فينا ايه؟ انا كان بيتقال لي انت فاشله. مين ما تقالوش حاجه من زي دي؟ لا، بس هقول لحضرتك حاجه، في ناس كلمه انت فاشله او حاجه معينه، كلمه نيجاتيف بتتقال، بتيجي معاهم بالعكس. يعني انا كانت مامتي مثلا عارفه ان انا لما تقول لي كده انا هبقى العكس،
هي دي كلمه هي بتستخدمها ان هي تستفزني، لكن في ناس بتبقى قصده، هي قصده انا اقول لابني او بنتي انت فاشله، بس ان النتيجه ان هي بتحطمه. ما هو عشان كده لازم تيجي توعيه، الام لازم تفهم كويس قوي ان انت كده مش هي دي التربيه الصح، مش هو ده الاسلوب اللي هتطلع بيه راجل موزون، مش هي دي الطريقه اللي هتطلع فيها بنت ست مطمنه وواثقه من نفسها، مش محتاجه كل شويه تقعد تسال الناس كلهم انا شكلي حلو انا عامله ازاي. فلازم برضو التوعيه وان الكبار يبقوا فاهمين، ما هي بتقول كده ليه، ما هي عشان هي حسب كده، لازم تبقى عارفه كده كويس عشان هي اتربت بالطريقه دي فهي حسب كده، فبالتالي هو ده اللي اتعلمته، هو ده اللي شافته، وهو ده اللي هي عارفاه، فبالتالي بتطبقه. فبالتالي احنا ككبار لما نبتدي نقعد بقى ونشتغل على نفسنا شويه شويه، ونبتدي نشوف انا اتعلمت ليه وليه خدت المفاهيم دي عن نفسي، وابتدي اشيلها واشوف قوتي ونقط امكانياتي، هبتدي بقى طريقتي مع اولادي هتتغير. يعني خدتي بالك ازاي؟ فهي بتبتدي ان احنا لازم يبقى برده في نوع من التوعيه، ان احنا بنبني اجيال، احنا الاجيال اللي احنا بنبنيها دلوقتي دي متاثره جامد جدا بالميديا اللي بره وبالكل اللي بيحصل برانا، فلازم ترجعي او وتعملي زي شيفت كده. وفي كومباريزون، في مقارنه رهيبه دي اللي بتقتل الثقه. يعني دلوقتي معظم الستات ومعظم البنات يشوفوا في اليوتيوب وفي القنوات الستات شكلها حلو جدا، فيفتكروا ان هم وحشين، هو ده معظمه فلتر ومعظمه ميك اب ومعظمه كده. فبرضه تقولي ايه للستات اللي مش واثقه في نفسها؟ انا بشوف ان الواحد كل ما يرجع لطبيعته، كل حاجه ما ترجع لاصلها كل ما تبقى احلى. كل ما روحتي للبساطه، كل ما روحتي للطبيعيه، انك على طبيعتك، كل ما هتبقي احلى، واللي جوه هيبان. صح، احنا للاسف يعني مش هقول الميديا بس، الدنيا بقت شايفه ان انا لازم احط ده واعمل ده عشان ابقى شيك، والحاجات اللي احنا عارفينها دي. بس لما تبتدي تبصي، بس هنا احنا بنغطي حلاوه موجوده. صح، ان اوريدي اي ست حلوه، كل الستات حلوين باي ان كان اشكال. فكل ما حلاوتك اللي بره تطلعيها، حطيتي بقى ميك اب ما حطيتيش، عملتي شعرك ما عملتيش، كله بيبان. يعني عجبتني جدا اصاله من كام يوم، لقيتها عامله يوتيوب هي وبنتها طالعه وبتقول انا هو من غير فلتر ومن غير ميك اب ومن غير حاجه، يا جماعه كفايه فلتر وكفايه. ما عايز اقول لحضرتك حاجه، بصي يا رانيا، دلوقتي بقت يعني عشان تعرفي الناس الحقيقيه لازم تشوفيها مع طبيعتهم. صح، يعني مش كل مره اطلع انا على الكاميرا كل مره لازم اطلع بيرفكت. لازم ابقى متقبله ان ممكن في اوقات في حياتي ابقى تعبانه، نازله مثلا اشتري حاجات ولا نازله اعمل، مش قادره ابقى حاطه كل الحاجات اللي بتتحط دي، فلازم ابقى عندي ثقه وعارفه كويس قوي ان انا حطيت ما حطيتش، انا حلو انا كده. الحلاوه حلاوه الروح. بالظبط. بجد بالزبط. والله فعلا بالظبط. فهي الواحد في الاخر تبقي مطمنه مع نفسك، ومهما حسيتي ان في حد هيقول عليكي او بيديكي اراء مختلفه او ينتقد، لان طبعا الانتقاد من الحاجات اللي هي بتاثر على الثقه بالنفس. بس انا هقول لك على حاجه، الشطاره ان انا اخد النقد واشوف ايه اللي اقدر اعمله فيه، اقدر اخده ويساعدني ان اطور نفسي احسن. يعني فزي لازم ناخد، ما هو ما نسمعش ناخد نقد ويخلينا نقع، ما هننتقد. وبرده ما ينفعش ندخله من هنا ونخرجه من الناحيه الثانيه، لانه وارد يكون نقد حقيقي. وارد انك توزني تشوفي ايه ليه شافت فيا كده، ايه اللي ممكن احسنه، ايه اللي ممكن ما اعملوش، ومن هنا ابتدي واحده واحده اقوم معليه نفسي اكتر. فهي الثقه بالنفس بتيجي دايما زي ما هيك درجات، هي زي ما بتروحي للجيم كده، هو اللي هي ماسل، اتس ماسل، عضله. كل ما اشتغلتي عليها كل ما قويت، وكل ما بقت احسن، بقت اقوى، فبالتالي بتحسي ان لا خلاص. هو الجيم دوت اكتر حاجه بيحسس الواحد بعدم الثقه في النفس. الجيم لا اكتر حاجه، لا هي الواحد حسب ما، اصل زي بقول لك درجات. يعني احنا انت صغيره مش زي دلوقتي، مش زي ما كان معاكي، او هي درجات ومراحل في حياتك. رايحه وسط فطاحل بقى. لا هي في وسط، يعني حسب درجة، حسب حياه مش حياتك، حسب المرحله اللي انت بتعدي فيها. كل مرحله، واحنا مراهقين غير ما احنا صغيرين، غير اول ما اتجوزنا، غير ما اتجوزين بقى لنا 20 سنه، غير واحده بتشتغل، غير واحده ما بتشتغلش، حاجات كتير قوي. دايما هنبقى عندنا حته، يعني ودي عند دي النفس البشريه، اللي هو دايما هتبقي عايزه تطمني وعايزه تاكدي ان كل حاجه مظبوطه. فده لما بتعرفي بس تعمليها ازاي، خلاص الحواجز بتتعلمي ازاي تعديها، تنطيها. صح. طيب اسالك سؤال، يعني انا نفسي عايزه اعرف اجابته، واكيد امهات كتير. الاطفال مثلا الصغيرين ممكن يبقوا عارفين اجابه السؤال مثلا في المدرسه او كده، بس هم ما عندهمش ثقه في نفسهم يجاوبوا. يعني مثلا دايما ولادي الاقيهم جايبين جريدز وحشه في الشفوي او في الاورال، ليه؟ احنا عارفين الاجابه بس ما عرفناش نجاوب. ازاي نحفز ولادنا ان هم يبقى عندهم ثقه في نفسهم؟ ازاي نقول لهم جاوبوا؟ ازاي
نحسسهم ان هم انتم لما تتكلموا قدام الناس ده مش حاجه هتهزكم. هتقولي لهم اتكلم عايزه ما تخافش، لازم تتكلم وقول وتشجعيهم. ولو ودايما غلط في ولو غلطت مش عيب، هم بيخافوا من التنمر بقى ومن القصه ما دي. ما احنا بصي ده ما هي دي للكبار والصغيرين. احنا اتربينا على ان الغلط انا غلطت وكنت بعمل حاجه وببتدي حاجه او مشروع او وات ايفر وفشلت يبقى كده اخر الدنيا وما ينفعش اقف تاني. بالعكس دي اللي تخليكي تقومي وتقفي وتبني مره واثنين وهتقعي، لان اساس النجاح اساس اول حاجه في نجاح لازم تفشلي. مش هتفشلي مره واحده، صح؟ هتفشلي مره واثنين وثلاثه وهتجربي وهتنتقدي والناس هتقول عليكي يعني كل الحاجات دي كلها. بس فين بقى فين العزيمه؟ فين انا؟ وخدي بالك كمان حاجه مهمه قوي، الثقه كمان بالنفس بتيجي لما بيبقى عندنا فيجن، رؤيه. انا عايزه اروح فين؟ صح. انا في رؤيه عايزه اشوف نفسي فيها، في حاجه عايزه احققها في الحياه، في تارجت هدف في. فبالتالي ده اللي بيبقى اقوى منك. لما بيكون الهدف والاتجاه او الرؤيه اللي انت هتشوفي نفسك فيها اقوى منك هي اللي بتزقك، سواء بقى ثقتك بنفسك عاليه او مش، هتلاقيها بتزقك وهتعلمك ازاي تمشي، لان انت خلاص انت بتتسحبي لحاجه مهمه قوي، بتتسحبي لربنا، للحاجه اللي ربنا خلقك ليها. صح. بتبقي وصلتي انا جيت على الارض ليه؟ انا اتخلقنا في على وجه الكره الارضيه، كل بني ادم اتخلق ان ليه دور. رانيا ليها دور، قاعده النهارده بتتكلم، فانت ليكي دور وهتقدميه وربنا حطك في الطريق ده. فلما تحطي في الطريق ده ربنا عارف انك هتقدري عليه وثقتك هتنفسك عارفه خلاص انت اون ذا رايت تراك، فبالتالي اي حاجه مش هتهزك او حتى لو هزتك مش هتوقعك قوي. خلاص انت عارفه، خلاص اوريدي بدات الطريق عارفه انا فين واقفه فين وهدفي ايه وعايزه ايه، فبالتالي خلاص بحس ان هي عموما اول حاجه دايما في حياه اي حد بتبقى صعبه. يعني ممكن تلاقي حد بيقول لك لا ما تستمريش او لا ما تدخليش، بس اما بتدخلي خلاص بتلاقي بقى مش محتاجه بقى كلام حد خلاص. عايز اقول لك على حاجه يعني مهمه قوي، جوه في صوت عارف كل حاجه جوه. صح. فلما بتتصلي كده وتحسي، لما عارفه ما تحسي حاجه انا حاسه ان الموضوع ده هينفع معايا، انا حاسه ان الحكايه دي هتبقى انا هبقى شاطره فيها، انا حاسه ان الحاجه دي بتاعتي، هو ده من هنا الصوت ده هو اللي هيوريكي الحته الصح. الصوت ده اللي هيدي الواحد ثقته في نفسه، هيخليكي ما تخافيش، لان احنا بنخاف وشيء طبيعي ان احنا لازم نخاف. ما هو بيقول لك ايه، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع. فهو الخوف موجود هنتعامل معاه ازاي؟ فلازم نرجع نطمن، ولما نرجع نطمن هنثق في نفسنا وحياتنا هتبقى ماشيه في اطمئنان. ما هو الزمن اللي احنا فيه ده زمن المخاوف. صح. كل خوف وانسكيورتيز وهبقى لوحدي ومفيش فلوس بكره وكل الحاجات دي كلها. عايزين نتكلم بقى في الموضوع اللي انا اتكلمت معاكي فيه قبل كده، اللي هو تقريبا فيه جزء من تخصصك. ان احنا ازاي نخلي الست تثق في نفسها عشان تنزل تشتغل. بس انا هقول لك على حاجه، انا مؤمنه برضو بعتبر برضو ان الساعه يعني كويس قوي ان احنا ننزل من بيتنا ونشتغل ونروح ونيجي من 9 ل 5 وكده، بس في بعض الناس وبعض الظروف صعب قوي ان انت او واحده مثلا عندها او اطفال صغيرين مش قادره تنزل، والمشاوير بقت زحمه والتعب والكلام ده كله. فبالتالي الفيرجن او الصوره الجديده انك تبتدي تعملي شغل ليكي من البيت، هو ده احسن واسهل واريح موديل للستات اللي تقدر تشتغل فيها. هتقولي لي لا انا ما بعرفش وانا عمري ما عملت قبل كده ولو عملت هفشل. لا ما فيهاش حاجه، ناس كتير او حوالين العالم دلوقتي ستات عندهم 50 و70 سنه بيبتدوا مشاريعهم من هم قاعدين على اللابتوب بتاعهم على الكمبيوتر. ودلوقتي انت شايفه برضو على السوشيال ميديا كتير قوي ستات بتعمل حاجات وبتبيع وتشتري، فده معناه ان هو بتشتغل، اتس وركينج بتشتغل. فده ما يخلينيش اقول لا، ما دام فيك غيري عملها يبقى اشمعنى انا ما اعرفش اعملها. هاتي بالك ازاي؟ فهلا لازم نقول لكل ست فيكي امكانيات، بصي دوري على امكانياتك فين، دوري على قدراتك، دوري على الحاجات اللي انت بتحبيها. لان مهم قوي كمان لما الواحد بيكون بيعمل شغل او عايز يبتدي مشروع او كده يكون بيعمل حاجه وبيحبها. لانك لو مش بتعملي حاجه انت بتحبيها هتقع منك. صح. هتقع، هتحسي انك هتقع، بالذات احنا الستات احنا بنطلع وحلوه قوي وبتاع تا 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 تا، ومره هتلاقي نفسك نزلتي. نزلتي ليه؟ لاسباب كثيره. ممكن تكون اول حاجه مش بتعملي الحاجه اللي انت باشنت عليها، يعني ان انت مغرمه بيها وبتحبيها قوي، ممكن تكون حاجه روتينيه مثلا، او انك مش واخده بالك من نفسك. لان احنا ستات جسمنا بيتعب وعندنا مسؤوليات البيت والولاد والفيلم ده كله، فانا لو في الفيلم ده كله والدايره دي كلها ما خدتش بالي من صحتي وما خدتش بالي من راحتي ما خدتش بالي من اكلي، فاكيد مش هعرف اخد بالي من الشغل.
فعشان كده بقول لك الفيرجن او الموديل بتاع ان واحده تشتغل من البيت بالعكس لازم تبقى هيديها مساحه اكتر انها تبقى عندها ابداع وابتكار، هيديها مساحه اكتر انها تبتدي تاخد بالها من نفسها، هيديها مساحه اكتر انها تبتدي تعمل فلوس ليها وتبقى معتمده على نفسها، ما يبقاش كل اعتمادها على جوزها، لان لما برضو معتمدين على جوزنا كتير قوي والرجاله طبعا بنتقل عليه زياده قوي الصراحه. لا يعني عليهم احمال كتير فاهمه، واحنا برضو الستات طلباتنا كتير يعني والاطفال طلباتهم كتير، فالمفروض الست على فكره تشيل مع الراجل بالزبط. انا مع الكونسيبت، فعلى الاقل لما انت تبتدي تعلمي حاجه تعمليها وانت قاعده في بيتكم في اوضه العاد كده وبيع وتشتري وبتتكلمي، واحنا برضو بنضيع وقت كتير قوي في الكلام، بس لما تضيعوا في كلام مفيد اكيد ضيع وقتنا في كلام مفيد هو ده الصح. صح. فهي يعني والله هي الثقه اللي بيعرفه كويس قوي انا مين عايزه ايه واعرف اعمل ايه وهروح اعمله مهما كان واتجرأ واعمله، ما فيش مشكله هتعرفي تعملي. لكنك ما دام اتحطيتي في المكان يبقى ربنا عارفك هتعرفي. اخر سؤال بقى سريعا عشان خلاص الوقت خلص، ايه علاقه الغيره بالثقة في النفس؟ هل ممكن ست علشان تغير تبقى هي ما عندهاش ثقة في نفسها؟ أسئلة قوية. دايما يقولوا لأي ست أنت غيرانة ما عندكيش ثقة في نفسك. لا ده أماراته بيتخانوا على فكرة. هم بتحبه قوي. هي مش ثقة، هي بتحبه قوي بتموت فيه وهو يتحب. فهو بس هي المشكلة هي مش هي لو بتغير، لا هي المشكلة مش معاه، المشكلة إن هو بيبص بره كتير قوي يعني. يبقى مشكلة الراجل. مشكلته هو، هي بتحبه الراجل. هي بتحبه وهو بتحبه. أصل أنتِ هتغيري ليه على حد إذا كنتيش بتحبيه بجد؟ ميرسي جدا يا منى، ميرسي والله شرفتيني النهارده والوقت جري بسرعه جدا جدا. انا كمان شرفت بيكي، ميرسي ربنا يخليكي على الدعوه الجميله دي. على ايه على ايه. مشاهدي قناه الصحه والجمال، يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه النهارده مع منى متكيس ومع نادي الروتري. اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله بمواضيع مهمه. مع السلامه.